الحته دي. أزمة انا ممكن اعلق ازمه الفضل ممكن اعلق بس في عجاله لا قبل الفاصل يعني انت دلوقتي كله بيقول خالد بيبو صح رقم واحد خالد بيبو لا بيحط التشكيل ولا بيغير تمام فهم دي حمله دي رقم واحد رقم اتنين اي حد شغال مدير كره في النادي الاهلي وانا بقولها هو بالعلو الصوت الا طارق سليم الا كابتن طارق سليم الله يرحمه هو اللي كان بياخد القرار ويبلغ بيه ويعني ويتصدق عليه تمام واخد بال حضرتك انما كابتن ثابت مع كل الاحترام الكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن خالد ده لا يعيب الاسماء ديت لان هم بينصقوا بس انا بقول لك على حاجه انا بقول لك على حاجه يعني بدليل ان السنه اللي فاتت مش مدير الكره سيد عبد الحفيظ مش ادى لحسين الشحات 200,000 جنيه طب ليه مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب خلاهم 500 ايوه ده لا طبيعي ما لا معلش معلش ما انا بكسب لمجلس الاداره ما اختلفتش بس انا بقول لك ايه لو انا ما يبقاش في سلطات واسعه لاي حد لا يا حبيب قلبي يبقى بكله انا قصدي ايه كله بيشتغل من خلال مجلس الاداره ده طبيعي ممكن يكون متفق عليه اه ده طبيعي ممكن يكون متفق ده عليه ده طبيعي بس هو بينفع فوق يعني ده ممكن آه. انت اعمل كذا كذا خلاص احنا يبقى لنا رؤيه ثانيه اه خلاص طب لا هي الرؤيه بالتالي تدي باور اكتر للنادي الاداره يا كابتن احمد الرؤيه بعد ما الدنيا اتقلبت في المغرب في ربع زود شويه في ربع دقيقه قبل ما تتواصل عشان غلظوا العقوبه لايه 500,000 طيب. عشان الدنيا ايه تهدى فانا هنا في الحته دي بالذات بحمل الرابطه ان انت مثلا تدي الميلة 4 ماتشات وهو راجل اصلا على باب الله بياخد تعليماته كلها من مدير كره او من رئيس نادي واخد بال حضرتك لا وبعدين انت خصمت من نادي 50,000 انت ملك وما الميلة طب ما انت بقى روح كمان عامل البوابه بتاع نادي الزمالك ووقفه اشمعنى دي واخد بال حضرتك دي عامله زي ايه عامله زي غرامه الرادار تروح تدي غرامه للي نفخ الكاوتشات بتاعت العربيه كمان وحد جاب سيد مدير الكوره في اوضه طيب. الكوره لا خالص فانا بقول لحضرتك ايه ان احنا جينا في وقت من الاوقات لو الموضوع ده بتاع حسين الشحات كان يخلص في ساعتها 8 ماتشات انا بقول لك اهو بس طبعا اللي ماسكين خايفين من النادي الاهلي ودوم بتترعب ماشي 8 ماتشات حافظ على الكلام ده يا كابتن انا بقول لك خايفين من ان هو القرار يتترد لان كان قبليها موضوع كهرباء ما حد بانه خايف ما ينفعش طب يلا بس عشان طيب. نتكلم في الموضوع خليه بمرتعش انتوا سبتوا مرتعش واخد بالك والله كانت تخلص في ساعتها 8 ماتشات ومليون جنيه طيب الموضوع انتهى